ماشي السلام ماشي. عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. الآن تستطيع الآن؟ خلاص الحمد لله. ماشي. الحمد لله الحمد لله. طيب إن شاء الله. طيب بسم الله، انتبه، اقرأ يا أخي أبا رفيف، اقرأ بسم الله. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثير اللحم كثيرة والشحم، كثير اللحم والشحم، فالإنسان السمين هو الصحيح، والإنسان النحيف هو المريض، وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام، وكان الرجال يفضلون الزوج بالمرأة الزواج بالمرأة السمينة، ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. بالمرأة النحيفة. طيب ما عنوان الدرس يا أبا رفيف؟ نعم شيخ. ما عنوان الدرس؟ الصحة بين الماضي والحاضر. الصحة بين الماضي والحاضر. والحاضر. طيب بسم الله، عندنا كلمة ماضي، ما معنى ماضي يا أبا رفيف؟ yang lalu شيخ. جيد، القادم. ماض. ما مضاد ماض؟ مضارع. أو حاضر حاضر. أو ماذا؟ حاضر. ما معنى حاضر. حاضر؟ يعني الآن. إذن جدي، إذن كلمة ماضي يعني وقت ينجلالو، زمن ينجلالو، دان حاضر زمن وقت سيدان حاضر. طيب ما معنى الصحة بين الماضي والحاضر؟ مثال، لو أنا أريد أن أقول خطبة، يا كلو سيمو بلان خطبة، يا دان خطبة إتو دي بجيمانا إسلام دي وقت لالو، دان بجيمانا إسلام دي وقت سيدان، يا إذا سأقول هكذا: الإسلام، ها الإسلام بين بين الماضي والحاضر. كيف الإسلام في الماضي وكيف الإسلام الآن؟ جيد. طيب أخي فرمان، أخي فرمان، لو أنا أريد أن أقول مثلا: كيف المسلمون في الماضي وكيف المسلمون الآن، ماذا سأقول؟ المسلم بين الماضي والحاضر. أنت المسلم بين الماضي والحاضر، أحسنت. كيف المسلم في الماضي وكيف المسلم الآن؟ جيد. طيب أختي كنار، مثلا لو أنا أريد أن أقول: إندونيسيا، كيف إندونيسيا في الماضي وكيف إندونيسيا في الحاضر، ماذا سأقول؟ إندونيسيا بين الماضي والحاضر. جميل، إندونيسيا بين الماضي والحاضر. 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 أختي كنار، ما الأفضل، إندونيسيا في الماضي أم إندونيسيا في الحاضر؟ إندونيسيا في الحاضر. إندونيسيا في الحاضر، جيد. إذا إندونيسيا بين الماضي والحاضر، كيف إندونيسيا في الماضي وكيف إندونيسيا الآن؟ طيب ننظر في الدرس مباشرة. كانت علامة الصحة في الماضي
أن يكون الإنسان سمينا. طيب ماذا تفهمين يا أختي أم حذيفة؟ ماذا تفهمين؟ ماذا شيء؟ ماذا تفهمين؟ كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا، ما معنى هذا؟ كانت في الماضي، كانت في الماضي علامة الصحة ماذا؟ الإنسان وزنها كبير، وزنه كبير. وزنه مرتفع. مرتفع، نعم. أولا هذه كان يا إخوان، يا أخوان، مثلا في إندونيسيا الحمد لله يوجد حجاب، صحيح؟ صحيح. طيب مثلا لو أنا لا أعرف، أنا لا أعرف أن أختي عائشة مسلمة، نعم، كلو سايا مثلا سايا أورانج داري أوروبا يوروب يا، وأنا لا أعرف سيطرته، أختي عائشة مسلمة أنا لا أدري، ولكن أنا أشاهد أختي عائشة أقول هذه مسلمة، لماذا أنا أقول هذه مسلمة؟ لأن حجاب، لأن تستعمل حجاب، لأن الحجاب، لأنها تلبس الحجاب. طيب مثلا مثال الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ عبد الرحمن السديس، لو أنا شخص من أمريكا، أنا من أمريكا أشاهد الشيخ عبد الرحمن السديس، أنا أقول هذا مسلم، لماذا؟ لأن لحى لغتي العربية أو ماذا؟ لأن لحية، لحى لحى، جيد ما شاء الله. طيب إذن لو أنا قلت، ننتبه يا إخواني أخوات، اللحية علامة المسلم، ما معنى هذه الجملة يا أبا رفيف؟ المسلم يجيب اللحى. مرة أخرى؟ اللحية. المسلم يجيب اللحية. يجيب اللحية. لا ليس هكذا. إذن السؤال يا أستاذ، ما معنى كلمة علامة؟ ما معنى كلمة علامة؟ معروفة، معروف. مرة أخرى أختي، ماذا؟ معروف، معروف. في الإندونيسية كلمة علامة عندكم تاندا، صحيح؟ تاندا، صحيح. إذن ما علامة المسلم يا أبا رفيف؟ اللحية. إذن اللحية إتو أدله تندى مسلم. تندى، نعم. طيب أختي عائشة، أريد المسلمة، ماذا نقول؟ الحجاب، الحجاب علامة المسلمة، علامة المسلمة، صحيح. الحجاب علامة المسلمة. طيب أنا سأسأل سؤالا آخر، أنا سأسأل سؤال الآن، تمام؟ نعم تفضل. رانيا، ما علامة جاكرتا؟ أختي رانيا. ما علامة جاكرتا؟ أبا تندا جاكرتا؟ جاكرتا علامة طيب أنا سأسأل ما علامة مكة؟ مكة علامة مسجد الحرام، التو الكعبة. الكعبة. جدي الكعبة علامة مكة، ما معنى هذا بإندونيسيا؟ الكعبة تندى دري كوتا مكة. جيد، الكعبة علامة مكة. طيب
سؤال آخر يا أختي فيني، ما علامة جاكرتا؟ مناس علامة جاكرتا. صحيح، مناس علامة جاكرتا. جيد ما شاء الله. طيب أختي زهرة، ما علامة بوجور؟ استنى. مناس علامة جاكرتا. طيب ما علامة بوجور؟ استنى. ماذا؟ استنى، استنى بريسيدين. قصر الرئيس. قصر الرئيسي علامة بوجور. جيد ما شاء الله. طيب ما علامة مصر؟ إخوان أخوات، بيراميد. النيل. النيل، نهر النيل. ماذا أيضا؟ ولكن شيء معروف جدا. بيراميد. إذا أقول الأهرامات بيراميد. الأهرامات علامة مصر. علامة مصر. الأهرامات علامة مصر. مثلا يا كلمة لهات بيراميد دي جنب إيجيبت أو مصر. يا متن جزرية شيخ. أسمع. متن جزرية. ماذا متن الجزرية؟ متن الجزرية علامة مصر. طيب. طيب أخي أرنتو. نعم شيء. أخي أرنتو، ما علامتك أنت؟ علامتي اللحية. اللحية، جيد ما شاء الله. طيب كلمة علامة مفرد أو جمع؟ مفرد. والجمع علامات. طيب يا إخوان يا أخوات، الآن ما علامة الصحة؟ الآن علامة الصحة أن يكون الإنسان سمين أو أن يكون الإنسان نحيف؟ أن يكون إنسان نحيف. انظر هنا، اقرأي يا أختي رانيا. كانت علامة الصحة. علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا. إذا يا أختي رانيا، ما علامة الصحة أبا تندى صحة في الماضي؟ الإنسان سمينا. إذا في الماضي لو نحن نشاهد إنسانا سمينا نقول ما شاء الله صحته جيدة. ما شاء الله. صحيح؟ طيب صحيح. الآن يا أخي بو، أمشي. ما علامة الصحة في الحاضر؟ الحاضر نحيف شيخ. أن يكون الإنسان أن يكون الإنسان نحيفا. نحيف. أريد جملة كعلامة الصحة في الحاضر أن يكون. علامة الصحة في الحاضر أن يكون الإنسان نحيفا. ما شاء الله. طيب أخي نور قادم. نور قادم. نعم يا شيخ. نعم. ما علامة المرض في الماضي؟ كانت علامة كانت علامة المرض في الماضي أن يكون الإنسان نحيفا. أحسنت ما شاء الله. وما علامة المرض في الحاضر يا أخي فرمان؟ علامة المرض في الحاضر أن يكون الإنسان سمينا. أن يكون الإنسان سمينا.
سمينا، ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا ما شاء الله. طيب يقول أن يكون الإنسان سمينا، ماذا؟ كثير اللحم والشحم. طيب نحن نعرف اللحم، ما معنى الشحم؟ نحن درسنا قبل ذلك كلمة دهون، صحيح؟ صحيح. انظر في الواتساب، هذا لحم ودهون، صحيح؟ صحيح صحيح. اللحم، ما لون اللحم يا أختي كنار؟ أختي كنار، ما لون اللحم؟ أحمر. وما لون الشحم؟ أبيض. إذن الشحم مثل الدهون، كلمة شحم بمعنى دهن. يعني دهن. طيب كيف الجمع يا أختي رانيا؟ لا أدري شيخ. طيب أختي رانيا، ما جمع صف؟ صف صف فصل. ما جمع فصل؟ فصل. نعم. فصول. 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 إذن فصل والفصول. طيب شحم الجمع؟ شحوم. نعم شحوم. 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 طيب هل تأكلين اللحم مع الشحم أم اللحم فقط؟ اللحم فقط. إذن ما معنى كلمة شحم أختي رانيا؟ الدخون. الدحمن. فات فات يعني، صحيح أختي رانيا؟ صحيح. نعم شيخ. ما معنى كلمة شحوم أو شحم بالإندونيسية؟ لمك. ياها جيد. إذن السؤال، هل تفضلين اللحم بالشحم؟ ها يعني هل تفضلين اللحم بالشحم؟ لا أفضل اللحم فقط. جيد. اسألي أختي فيني. أختي فيني، هل تفضلين اللحم بالشحم؟ لا لا أفضل، لا أفضل اللحم بالشحم. 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 لا أفضل اللحم بالشحم. مرة أخرى. لا أفضل اللحم بالشحم. جيد. طيب هو يقول كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا، ماذا؟ كثير اللحم والشحم. طيب انظر هنا، هذا رجل سمين أو نحيف؟ سمين. سمين. سمين جدا أو سمين قليلا؟ جدا جدا جدا. طيب هذا الرجل عنده شحم أو لا؟ نعم نعم نعم. طيب إذن هو يقول كثير اللحم والشحم. في اللغة العربية يا إخواني يا أخوات، يجوز أن أقول، انتبه، كثير بلس اسم. مثال مثال مثال، لو مثلا أنا أقول محمد لديه مال كثير. محمد لديه مال كثير. طيب يجوز أن أقول أيضا محمد كثير المال. محمد كثير المال، صحيح.
محمد كثير المال. جيد. طيب مثال أختي رانيا، لو أنا قلت ابن القيم لديه علم كثير، ها كيف نقول كثير أولا؟ ابن القيم كثير كثير العلم. الله، ابن القيم كثير العلم. كثير العلم. طيب طيب أخي أرنتو؟ نعم شيء. ها لو أنا قلت لك الولد لديه شعر رمبوت قليل، ها الولد قليل الشعر. الله، قليل الشعر. إذا يمكن أن نقول قليل أو كثير، قليل الشعر. طيب أخي أبو رفيف، لو أنا قلت لك أنت لديك بيت جميل، لدي، لا إذا أقول الرجل مثال، الرجل، أقول الرجل، الرجل لديه، إذا ماذا نقول؟ الرجل جميل أولا، جميل بيته، بيته هكذا، جميل البيت يعني لديه بيت جميل. طيب هنا يقول كثير اللحم والشحم، ما معنى كثير اللحم والشحم يا أختي كنار؟ أختي كنار، ما معنى كثير اللحم والشحم؟ أختي كنار السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني لديه، لديه لحم وشحم كثير. طيب طيب فالإنسان السمين هو الصحيح والإنسان النحيف هو المريض، هذا في الحاضر أو في الماضي يا أختي عائشة؟ ماذا شيخ؟ فالإنسان السمين هو الصحيح والإنسان النحيف هو المريض، هذا في الحاضر أو في الماضي؟ في الماضي شيخ. في الماضي. طيب أختي عائشة، في رأيك لماذا علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا؟ لماذا؟ لأن لا يوجد الطعام dengan pengawet. Pengawet itu bahasa Arabnya apa؟ مرة أخرى، لا يوجد ماذا؟ لا يوجد الطعام بي pengawet سه pengawet. مثل الطعام المفيد يعني؟ ها؟ الطعام المفيد. أختي عائشة هل تسمعينني؟ السلام عليكم. أخي فرمان السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي فرمان، لماذا في الماضي يأكل الناس كثيرا؟ لأن الطعام صحيح. صحيح. Yeah. طيب لأن الطعام ماذا؟ صحيح. أو نقول الطعام أو مفيد. 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 وكان الناس يأكلون كثيرا
إذا وجدوا الطعام. ما معنى هذه الجملة يا أختي أم حذيفة؟ بالإندونيسية شيخ؟ كان الناس يأكلون كثيرا إذا وجد، لا اشرحي بالعربية. كان الناس إذا في إذا أمامه طعام فيأكل فيأكل كثير. طيب بزيادة. طيب هذا صحيح، ولكن يوجد معنى آخر، الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام. إذن إذا كان لا يوجد طعام لا يأكل كثير. قريب قريب أختي عائشة قريب. ها أخي بوبو ماذا تفهم؟ وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام. أخي بوبو أم شيخ وكان الناس كان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام، ماذا تفهم؟ يصوم berarti ya kalau enggak ada. يصوم. مثال يا اخي بو متى تاكل انت؟ في صباح. طيب لماذا تاكل؟ لماذا تاكل؟ جوعان. جيد، انا جوعان صحيح. اذا لماذا تاكل يا اخي بو؟ لأن جوعان. لأنني جوعان. أحسنت. طيب لماذا يأكل الناس كثيرا في الماضي؟ لأن جوعان. لكن في الماضي يختلف قليلا، يقول الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام. نعم. ماذا فهمت أخي بو؟ في الماضي الطعام قليلا، إذا وجدت طعام يأكل كثيرا. لا أختي زهرة. ها كان الناس إذا وجدوا الطعام يأكل بالفعل. يأكل ماذا؟ يأكل بلا يفكر. بدون تفكير. نعم. جيد. المعنى هنا يا إخوان ويا أخوات، الناس في الماضي يأكلون كثيرا، صحيح؟ صحيح. متى؟ لو هم جياع، لا، لو وجدوا الطعام. ماذا تقصد يا أستاذ؟ يعني لو الرجل في الماضي جوعان ويجد الطعام يأكل. لماذا؟ لأنه جوعان. لا. لا، لأنه وجد الطعام. طيب لو هو شبعان يأكل أيضا. لماذا؟ لأنه وجد الطعام. شبعان. واري واري. إذن يأكل دائما. يأكل دائما، ما شاء الله. لو هو جوعان يأكل، ولو هو شبعان يأكل. يأكل أيضا. طيب يأكل أيضا. لماذا يأكلون أو لماذا يأكل وهو جوعان وهو شبعان أيضا؟ إذا وجدوا الطعام. وجدوا. لو أدى مكلا دي مكان. جدي المهم yang penting apa dia lapar atau kenyang tidak ada makanan atau enggak. Kalau dia lapar dan ada makanan udah makan. Tapi kalau dia kenyang udah makan juga. Kenapa? Karena ada makanan. واضح. إذا وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام. كلو أدى مكانا دي مكان. يا بعد ذلك وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة نحيفة. إذا هذا في الماضي أو في الحاضر؟ في الماضي. الماضي. طيب نحن درسنا قبل ذلك الفعل
تزوج صحيحا؟ تزوج تزوج. ما مضاد تزوج يا أختي رانيا؟ أختي رانيا؟ نعم شيخ. ما معنى تزوج أولا؟ ما معنى تزوج يا شيخ؟ آه لا إله إلا الله. يعني طيب مثال 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 مثلا أنا أقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. نكاح. نكاح سودة نكاح. طيب ما مضاد تزوج يا أختي رانيا؟ يا فرمان. طلاق. الفعل طلق. يطلق. طلق. طيب إذا في الماضي ماذا يفضل الرجال يا أخي القادم؟ في الماضي الرجال تزوجوا المرأة السمينة ولا يحبون. ولا يحبون المرأة. ولا يحبون المرأة النحيفة. جيد. وهذا أيضا يا إخوان ويا أخوات عند العرب في الماضي في وقت قريش. في وقت قريش هل تعرفون قريش؟ نعم نعرف. في وقت قريش أهل قريش أو العرب العرب في الماضي لا يفضلون المرأة النحيفة. لا يفضلون المرأة النحيفة ولكن يفضلون المرأة السمينة. طيب لماذا؟ صحيحة. ليس هكذا فقط. هم يقولون المرأة النحيفة هذه فقيرة. نعم مسكينة فقيرة. مسكينة لا تأكل جيدا. المرأة السمينة هي غنية عندها نقود وتأكل جيدا هكذا. طيب عندنا بعد ذلك كان انتبه انتبه كان الرجال كان الرجال. طيب ما معنى كان يا أخي هذا رفيف؟ في الماضي. في الماضي مثال كنت. مثال أخي أبو رفيف كنت صغيرا صحيح؟ صغيرا صحيح. نعم كنت صغيرا. طيب ثم و كبيرا. كنت مثل والآن. والآن دلو دلو يا نعم. كنت صغيرا وما مضاد كان إخوان أخوات؟ أصبح. وأصبحت. أصبحت ماذا؟ كبيرا. كبيرا. كنت صغيرا وأصبحت. أصبحت كبيرا. ماذا؟ نحونya udah tinggi. نحو كان كنت. ilmu نحونya sudah tinggi seh. لا بأس لا بأس. إن شاء الله. طيب بعد ذلك أختي أم حذيفة ها كان وأصبح ها. ماذا كان أصبح؟ لا لحظة شيخ كان كان الإنسان كان الإنسان كان 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 الإنسان لا 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 لا
كنت كنت نخيفا نخيفة وأصبحت سمينة. جيد، بارك الله فيك. كنار؟ بسم الله. كنار؟ بسم الله. أختي كنار؟ نعم، جملة. كان وأصبح. أختي كنار أنا لا أسمعك. طيب أخي بوبو. نعم شيخ. كنت ابن وأصبحت أبان. أوه ما شاء الله. كنت مرة أخرى. كنت ابنا وأصبحت أبان. وأصبحت أبان. ما شاء الله. إذا كنت ابنا وأصبحت أبان. إذا كان والمضاد أصبح. طيب أنا أريد منك يا أخي فرمان أن تقول كانت علامة الصحة وأصبحت علامة الصحة في الحاضر في الماضي وفي الحاضر. ها كانت علامة الصحة في الماضي كانت علامة الصحة سمينا في الماضي أن يكون أن كانت علامة الصحة أن يكون سمينا كانت علامة الصحة في الماضي كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا وأصبحت وأصبحت علامة الصحة علامة الصحة نحيفا وأصبحت علامة الصحة في الحاضر أن يكون إنسان نحيفا نحيفا. طيب أخي أرنتو. نعم يا شيخ. أريد كانت علامة المرض. كانت علامة المرض في الماضي أن نحيفا أن يكون نحيفا. أن يكون الإنسان. أن يكون الإنسان نحيفا. وكانت علامة المرض. وأصبحت علامة المريض علامة المريض في الحاضر علامة المرض علامة المرض في الحاضر أن يكون أن يكون الإنسان سمينا وأصبحت علامة المرض في الحاضر أن يكون الإنسان يا سمينا سمينا. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله. إن شاء الله سنتوقف هنا يا إخواني يا أخوات، غدا سنكمل من الفقرة الثانية إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. بارك الله وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.